قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده جاهزة للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع الاتحاد الأوروبي رغم الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الخيار بيد بروكسل. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي: يجب أن تكون روسيا جاهزة لأي تطور للأحداث، والخيار يجب أن تتخذه بروكسل، وإذا قررت أنه من الضروري استئناف العلاقات والتخلي عن تفكيكها فستكون بلاده جاهزة لذلك أيضا، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى روسيا أي مشكلات في العلاقات مع الدول الأوروبية منفصلة، وتابع أنه لا يجب الخلط بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا. وقال روسيا لا تغادر أوروبا ولديها الكثير من الأصدقاء والأنصار فيها، وستواصل تطوير العلاقات المفيدة للجانبين معهم. هاتفيا معنا من موسكو السيد فيتشلاف ماتوزوف الدبلوماسي السابق، بعد التحية لك سيد ماتوزوف. إذن وزير الخارجية الروسي لافروف يقول إن روسيا جاهزة منفتحة مستعدة لعودة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى سابق عهدها، والقرار الآن بيد بروكسل. ما الذي تتوقعه من الاتحاد الأوروبي ردا على تصريحات وزير الخارجية الروسي؟ وزير الخارجية الروسي أعلن رسميا بتصريح للصحفي الروسي منذ يومين أن روسيا مستعدة لوقف العلاقات مع أوروبا كليا إذا ترغب هذا الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي. هذه المرة أثناء اللقاء مع زميله الفنلندي هو قال أنه يعني يكون علاقات مع دول أوروبية بشكل طبيعي وعلاقات متساوية، ولذلك هو يرحب علاقات مع دول أوروبية. هذا موقف واضح تماما، ولكن هذا يعني كذلك أنه إذا دول أوروبية يفتكروا أنه يستطيع عبر وضع العقوبات بين القوسين أو تدابير اقتصادية أو سياسية أو إعلامية أن يضغط على روسيا، روسيا ترد على نفس الطريقة. ولذلك لافروف خلال تصريحين، تصريح يومين واليوم، وضع الموقف الروسي بشكل واضح تماما لدول أوروبية: يا أنتم سوف تنظروا على روسيا كدولة أسد. نعم سيد فيتشلاف، هل ما زلت معنا؟ إذا فقدنا الاتصال، بشكر. هل ما زلت معنا؟ طيب فقدنا الاتصال بالسيد فيتشلاف ماتوزوف الدبلوماسي السابق، نعتذر طبعا لي يعني رداءة الاتصال.